هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم في صحبة شيخنا وضيفنا الدائم العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. اليوم نحن سنشرح في موضوع الرياضة كما أشرنا في المرة الماضية، لكن قبل ذلك يعني وردت الأخبار اليوم بأن اللاذقية تقصف من البحر من قبل الجيش البعثي، ووردت الأخبار أيضا بأن الزاوية في هذا الوقت فيها معارك محتدمة بين الثوار والكتائب. فنحن نود من فضيلتكم باختصار كلمة لهذه الشعوب وكلمة كذلك لإخوانهم المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الكلمة الأولى في هذا الباب أن للحرية ثمنا ولا يمكن أن تنال إلا به، وأن ما أخذ غصبا لا يمكن أن يسترجع إلا بالصبر والمصابرة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والكلمة الثانية للأمة أنها يجب عليها شرعا الوقوف مع هؤلاء المظلومين المضطهدين الذين هم عزل ليس لهم سلاح، وهم يقصفون بعد أن قصفوا من البر يقصفون الآن من البحر أيضا، وكذلك الذين هم في الزاوية وقد دخلوها أكثر من مرة وأهلها قد عانوا الأمرين وضيق عليهم في الفترة الماضية تضييقا عسيرا، فيجب على الأمة القيام معهم ونصرتهم والسعي لإزالة معاناتهم بكل الوسائل. ولا ينبغي أن تترك هذا للاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو أو غير ذلك، فهذا واجب على الأمة الإسلامية، ولو قام به أولئك لم يسقط الوجوب عن الأمة فتأثم بعدم القيام به. ويجب على الإعلاميين أن يتحدثوا عن هذه الأمور وأن لا يكتموها وأن لا يمالئوا، فكتمانها هو من الممالأة والسكوت عنها هو من الممالأة للظالم على إبادته للشعب المسكين الأعزل الذي ما أراد إلا حقا له ولم يطلبه أيضا بوجه غير قانوني ولم يخرج بالسلاح ولم يفعل أي فعل يستحق به هذه العقوبات الجماعية الشاملة. هؤلاء الإعلاميون والعلماء شيخ. نعم، يجب على الأمة كلها بإعلاميها وعلمائها وزعمائها وحكامها أن يقفوا مع هؤلاء المظلومين وأن ينصروهم وأن يدفعوا عنهم. بارك الله فيكم. طيب نلج إن شاء الله إلى موضوعنا اليوم. نسأل الله أن ينصرهم وأن يكفيهم شرور الأشرار وكيد الفجار، شر ما اشتمل عليه الليل والنهار، وأن يحقن دماءهم وأن يصرف عنهم بأسه إلى أعدائهم. بارك الله فيكم. نأتي إلى موضوعنا المتعلق بالرياضة وأحكامها، ومسائلها كثيرة ومتشعبة في الحقيقة، لكن أريد أن أبدأ بمحور أساسي وهو نظرة الإسلام إلى بدن الإنسان. هل الإسلام ينظر إلى بدن الإنسان أنه شيء يحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام، أو أنه مجرد مطية يصل بها الإنسان إلى الآخرة فقط؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وقد شاء بحكمته أن يخلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعل له هذا البدن الذي هو أمثل وأحسن أنواع الحيوانات والمخلوقات النامية، فشرفه بأن خلق آدم بيمينه وبيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وجعل هذا البدن محتويا على المنافع، فجعل للإنسان سمعا وبصرا وكلاما وحركة وقلبا وعقلا، ولذلك اعتنى في تشريعه بالإنسان كله. فالدين ثلاثة عناصر: الإيمان، وما يتعلق به هو خطاب الله للعقل، والإسلام وما يتعلق به هو خطابه للبدن، والإحسان وما يتعلق به هو خطابه للروح،
فلذلك كانت أحكام الإسلام كثيرة وهي المتعلقة ببدن الإنسان، وجاءت العناية به من مختلف الوجوه. فجاءت العناية به أولا بتحريم إزهاق الأرواح بغير حق شرعي، والحفاظ على النفس والعلاج من الأمراض والوقاية منها، وعدم التعرض لما فيه أذى، وتحريم قتل النفس، تحريم قتل الإنسان لنفسه ولا تقتلوا أنفسكم، وتحريم كل ما يؤدي إلى ذلك. فمن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل البشرية جميعا، كما قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك ما يوفر للإنسان مصالحه ويحفظ هذا البدن بضرورياته وحاجياته وتحسينياته، كل ذلك ضمنه في شرعه. فأحل الله البيع وحرم الربا، وشرع للإنسان العقود، وضمن لآدم المصالح الأربعة التي هي قوام البدن: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالمآكل والمشارب والملابس والمساكن هي قوام البدن، فضمنها الله لآدم هذه الأربعة، وشرع ما يحقق للإنسان كفايته في بدنه، فشرع العقود ونوعها والإجارات وما يتعلق بها، وحرم الاعتداء على هذا البدن، وجعل ذلك ثلاثة أقسام: منه ما يكون إزهاقا للأرواح، ومنه ما يكون إزالة للمنافع، ومنه ما يكون دون ذلك ما فيه حكومات وخصومات كالشجاج وغيرها. ولكل عقوبته. ولكل عقوبته. فمثلا الإزهاق عقوبته القصاص، وإزالة جارحة من الجوارح عقوبته القصاص كذلك، وإذا كان عمدا، وإذا كان خطأ ففيه دية معينة بحسب درجة تلك المنفعة. ثم بعد ذلك ما يكون اعتداء على البدن بشجة أو ضربة أو نحو ذلك، فيه أرش بحسبه. طيب شيخنا، إذا أنت بترى أنه كان عناية واضحة بالبدن من هذا الجهة، لكن أمامي بضعة نصوص وبضعة حتى أمور أخرى لم نذكرها، ما يتعلق بالنظافة أيضا، ما يتعلق بالطهارة، أو جب الغسل من لمن أسلم، أو جب الغسل من الجنابة، أو جب الغسل من الحيض، سائر أحكام الطهارة. نعم، سن الغسل للإحرام، سن الغسل للوقوف، سن الغسل للجمعة، سن الغسل في الأسبوع حتى لمن لا يشهد الجمعة، كل ما فيه عناية بالبدن، حتى ما شرعه من اللباس: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما يتعلق بالزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. مشروعية السواك هي من هذا القبيل، مشروعية الانتعال من هذا القبيل، العناية بالبدن كلها من العناية بالبدن. طيب، الأحاديث التي هي من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وهي القلب. ألا وهي القلب. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه كلها تعطي إحاءً بأن البدن إلى صوركم، أعمالكم أو أموالكم. نعم. حديثان. نعم. أن البدن يعني ليس هو محل النظر ولا الاهتمام ولا العناية، إنما تلك كلها ليس أشياء فقط لتمشي الحياة، يعني كما يقال. ليس هذا معنى الحديث، بالعكس. كون المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، معناه أن صلاح الجسد مهم، ولذلك نحتاج إلى صلاح هذه المضغة، لأن الإنسان إذا كان عقله سليما سيعتني ببدنه. طيب. لا ينظر إلى صوركم. نعم، مع الرياضة هذه كلها الآن لا داعي لها. هذا يتعلق بالتكليف. نعم. قد يكون الإنسان دميما قبيح الصورة، ولكنه رفيع عند الله. فهذا محله، لأن التعامل مع الله والتكليف ليس على أساس الخلقة. فقد يكون الكافر جميل الصورة، جميل الظاهر، جميل المظهر أيضا، لكنه لا يساوي شيئا. يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، قد أخرج ذلك مسلم في الصحيح. فلذلك النظر الإلهي المقصود به تقويم الأشخاص بميزان الآخرة. طيب، هو الذي يكون به النظر إلى القلوب بحسب ما القلب الخالي من الإيمان لا ينظر الله إليه. لدينا في تراثنا شيخنا بعض الأدبيات التي تعزز هذا الجانب السلبي تجاه الجسد، مثلا الغزالي لما يقول في الأحياء: والحاج البصير لا يهمه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي، فيتعهده وقلبه إلى الكعبة والحج، وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة. فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة، فكأنه كما قلت مجرد ما تقوم به الحياة ويعينه على الركوع والسجود فقط. لا، هو يقصد بذلك أداء كل الواجبات،
ومنها العلاج من الأمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وهذا أمر بالدواء وهو موجب له، وكذلك الحذر من كل ما فيه ضرر، فكل ذلك مما أوجبه الشرع. لكن يبعد فالغزالي لا يقصد أن يخالف الإنسان شريعة الله في هلاك بدنه وأذاه وعدم العناية به ليصلح قلبه، هذا غير صحيح. لكن انظر مثلا إلى قوله هو نفسه في مقام آخر: نعم إذا قصد تلذذ البدن وتنعمه بشيء من هذه الأسباب كان منحرفا عن الآخرة. نعم، ما دام يعطي البدن بمقدار ما يعينه على العبادة. ليس هذا مقصوده، لكن مقصوده هو أن الأصل أن هذه الشهوات والملذات الدنيوية هي مما يشغل عن الملذات والشهوات الحقيقية في الآخرة. فالبدن يراد له النعيم المقيم الدائم الذي لا ينقطع ولا يمل ولا يزول، وهو نعيم الآخرة. وهذا البدن نفسه هو الذي يتنعم بذلك في الآخرة، فيركب الله هذا البدن ويعيده فيتنعم بذلك النعيم الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يحول. فإذا كان كذلك فما كان مانعا من ذلك النعيم فهو مضرة للبدن كما أنه مضرة للروح والعقل. فلذلك لو اشتغل الإنسان بالملذات والشهوات الدنيوية عن عبادة الله وطاعته فقد حرم بدنه اللذة الدائمة الباقية الخالدة التي لا انقطاع فيها، وهي أشرف أعلى ما في الدنيا من الملذات، لا يساوي أدنى عشر معشار ما أدنى ما في الجنة من النعيم. طيب، هناك أيضا إشكال آخر في هذه الأدبيات، ولهذا يقول العلماء فيما يتعلق بإباحة الملذات للمؤمنين في الدنيا، قالوا المؤمن يطلب المطاعم الحسنة والملابس الجميلة والمناكح كذلك، فلماذا؟ نعم، هذه الحكمة أجاب عنها الشيخ حضبابة في قصيدته في الزواج، يقول فيها: وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدوا ذوي التقوى ذوى اللدد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد، وليس يعدم مكروها، وعدته صبر يعد لديه أشرف العدد أقوم العدد. يقول قبل هذا: ولست أنكر أن العصمة توجد في سود الغرابين بعد الأين والنجد، فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات روايا من صالحات غواني عصره الخلود، فمتق الله ملطوف به، وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبدي، وهمه قهر شيطان وقهر هوان، هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد. فإذن يكون من أجل نعيمه في الآخرة، من أجل نعيم البدن نفسه في الآخرة. طيب، فمن باع اللذة الدائمة الباقية الخالدة التي لا انقطاع فيها ولا زوال بالفاني الزائل المبعد له عن الله، طيب، قطعا مغبون وسديد لسبقته. سنأتي لهذا شيخنا، لكن جاءنا اتصال مستثنى من جهتين، أنه موريتاني ومن فرنسا أيضا. أخونا سيدنا ولد عبد الودود، تفضل من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا بدو دكتور عادل؟ حياكم الله. الله يسلمك ويبارك. حيا الله مجلسكم. عندي سؤالين لفضيلة العلامة بدو، من فضلكم. تفضل الله يحفظك. أريد كان في الحلقة الأولى كانت في تدبر القرآن الكريم، ولدي آية أريد معناها. ولا تقتل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. السؤال: ما الفرق بين في الكلمتين نرزقهم وإياكم؟ واضح. السؤال الثاني في الآية الأخرى من القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وفي الآية أخرى: فوسوس له الشيطان. ما الفرق بين الإبليس والشيطان؟ طيب. وكما أود أن بعد التماس العذر من الدكتور عادل لدي سؤال ثالث. تفضل. في دورة تطبيقية للصلاة قام وضح شيخنا الددو طريقة من أجل الحضور في الصلاة، فمثلا أن نخصص في كل سجدة دعاء. السؤال الآن: كيف أو ما هي الطريقة العلمية من
من أجل الحصول على خطة التوجه للبقاء، يبغي مثلا يعطينا طريقة علمية من أجل كما مثال كما أوضح في قضية السجدات. طيب وصل إن شاء الله، بارك الله فيك. هذه ثلاث أسئلة، نعم، نأخذ السؤالين وتسمح لنا نجعل الثالث في الأسئلة المراجعات لأنه سيطول جوابه. نعم. يسأل عن الآيتين من إملاق وخشية إملاق. نعم، بالنسبة للآية الأولى التي هي في سورة الأنعام في الوصايا العشر، يقول الله فيها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إن لا أقصد لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية سورة الإسراء خشية إملاق، فالمقصود من إملاق معناه من إملاق حاصل، أي من فقر قد حصل، بسبب فقر قد حصل. فقد كان من أهل الجاهلية من يقتل ولده خشية أن يشركه أو أن لا يجد له إنفاقا فيحتاج أن يسأل له فيخاف من المذلة فيقتل أولاده من أجل ذلك. وأخبر الله في هذه الحالة أنه يرزقكم وإياهم، معناه يرزقكم أنتم الذين قد وجدتم وولدتم وأنتم رجال وكبار، وإياهم الذين سيولدون في المستقبل. فالله هو الذي أغنى وهو الذي أقنى، فأقنى أعطى قدر القنية وأغنى ما زاد عن الحاجة. وأما الآية الأخرى وفيها خشية إملاق معناه إملاق متوقع، معناه خشية فقر سيقع في المستقبل. فكان منهم من لديه مال، هو غني حالا ولكنه يخاف أن ينفد ماله فيقتل أولاده خشية أن يشركوه. وقد أخبر الله أنه أيضا يغني أولئك كما أغنى آباءهم. فإذا قدم غنى الآباء عند حصول الفقر، عند انعدام الفقر، عند انعدام الطول، وقدم إغناء الأبناء عند وجود الطول عند الآباء. هذا الفرق بين الموضعين. السؤال الثاني عن الإبليس والشيطان. نعم، بالنسبة للشيطان معناه المفسد، فلذلك من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، والمفسد الكبير أكبر الخلائق فسادا هو إبليس وهو من الجن. الشيطان اسمه جنس أعلى. الشيطان معناه المتصف بالفساد والبطش. من الجن أو من الإنس؟ الجن أو من الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نرجع إلى ما كنا فيه، لدينا في أدبياتنا التراثية أيضا كثير من أخبار السلف الذين كابدوا العبادة حتى هلكت أبدانهم أو كادت. أبو سعيد العابد يقول: أحمد بلغني أنه عبد الله حتى صار جلدا على عظم من العبادة، وشعبة وهو من هو في العلم والإمامة عبد الله حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم. هذه شواهد على أن هناك نوع من الإهمال للبدن. لا، ليس إهمال للبدن بل من استعمال البدن. هذا إنهاك يا شيخ. لا، ليس إنهاك. جلد على عظم. لا، المقصود بذلك أنه واصل العبادة كما يواصل الناس الجد. تعرف أن من يرغب في جمع المال ينهك بدنه أيضا في جمعه حتى يصل إلى هذا المستوى. لكن هي حالة فاضلة أو مفضولة؟ هي حال بالنسبة لمن يعلم قوة فيه وأن ذلك لا يضر بدنه، هي حالة فاضلة واستغلال للطاقة. ومن لا يعلم قوة فيه فهي مفضولة مرذولة لا ينبغي أن يفعل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأن تصوموا خير لكم، مع أنه أذن بالفطر في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يضلل عليه وقد أغشي عليه في الصيام: ليس من البر الصيام في السفر. فالمقصود بذلك ليس من البر الصيام في السفر في حق من يجهده، وهو خير لكم في حق من لا يجهده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطروا وتقووا لعدوكم، وقد صام حتى بلغ الغميم فأفطر، فأمر أصحابه أن يفطروا في غزوة فتح مكة. ومثل ذلك ما يتعلق بالسهر الليل، فإن كهمسا الهلالية وهو من بني هلال بن عامر بن صعصعة لما أسلم ذهب فمكث سنة فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد تغير لونه وتغيرت خلقته بالكلية، فقال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنا كهمس الهلالي. وقال: فما أصابك؟ قال: منذ فارقتك ما نمت ليلا وما أفطرت نهارا. مخالف الهدي النبوي. قال: ما أمرتك بهذا، صم شهر الصبر، يقصد شهر رمضان، ويوما من كل شهر. فأمره أن يصوم شهر رمضان ويوما واحدا من كل شهر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عن مثل هذا الإجهاد، عندما بلغه أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، قال: إن لعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.
وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال أطيق أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم الاثنين والخميس، فبين أنه يستطيع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، وبين له أن هذا صيام داود وأنه خير الصيام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ولم يصمه خلفاء الراشدون، وإنما كان لعبد الله بن عمرو بن العاص وأضرابه من الذين لا يشغلهم شيء عن العبادة ويجدون نهما إليها. طيب شيخ، حتى أيضا يطول بين الحديث في هذا، لدينا أيضا النصوص التي فيها استحباب الجوع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة لما كانوا يسقطون من الجوع: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، يعني جوعا. وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى أن صلاة الجائع الذي أضعفه الجوع قاعدا خير من صلاته قائما إذا قواه الأكل، فهذا التفضيل للجوع أيضا إجراء بالبدن. لا، ليس المقصود بذلك، المقصود إذا جاع الإنسان أهل الصفة لم يجوعوا عمدا، لكن لا أحببتم أن تزداد فاقة وحاجة. نعم، هذا المقصود، هو المقصود بذلك أن يحبوا ما هم فيه، لأن المؤمن لا يقدر الله له إلا ما هو خير له. عجبا لأمر المؤمن إن أصابه، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. والجوع له فوائد، إذا كان عن المحرمات وعن ما فيه شبهة وعن الإسراف في الشهوات، فيه فوائد للبدن، وهو من الحصون الأربعة التي يذكرها أهل التصوف والتربية في تربية النفس: الجوع عن الحرام والشغال بالحلال، والسهر في الطاعة، والعزلة إلا من خير، والصمت إلا من ذكر. والسهر التستري الذي ذكرت الآن عن أبي حامد الرواع عنه ذلك، يقول وصول التربية 3: اقتدي في الأقوال والأفعال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلص النية في جميع الأحوال لله، وكل من الحلال. جيد، هو الجوع عن الحرام لا إشكال عندنا فيه، لكن لما طرحت هذه؟ لأن إذا جاءنا في مسائل الرياضة فإن جزءا أساسا منها هو جودة التغذية وبنية الجسم وكثرة الأكل حتى يتقوى. فإذا كنا نقرر أن الجوع هو الأفضل، الأكل أيضا لا بد أن يكون ذلك، لا ليس لحد التخمة، ما نتكلم عن التخمة. نحن نريد أن نبين أن الاعتدال مطلوب والتوازن مطلوب، والجوع من الاعتدال. نعم، البدن فيه روح وفيه عقل وفيه بدن، فأعطي كل واحد حقه، فإذا شبع الإنسان تعطلت منافع عقله واضطر للنوم حينئذ. فلذلك قال الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. طيب، والعرب يقولون البطنة تذهب الفطنة. صحيح. طيب، وإذا تعود الإنسان البطنة لا بد أن تكون فيها غفلة. طيب، آخر نقطة في هذا السياق شيخنا، أن تقل نباهته. نعم، بسبب ذلك الحديث الذي فيه أن البذاذة من الإيمان، وقال البذاذة يعني التقحل، والتقحل كما تعرفون الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش المتقحل. المقصود بذلك أن يكون الإنسان متمعددا مخشوشنا، وهذا مطلوب، القوة مطلوبة في الرجال، فالبذاذة ليست مطلوبة من النساء، وإنما هي مطلوبة من الرجال، وقد جاء فيها عدد من الأحاديث مثل هذا الحديث: البذاذة من الإيمان، ومثل تمعدد وخشوشن، فلا بد أن يكون الرجل رجلا، فإذا كان لينا ضعيفا لا ينفذ به شيء لم تبقى رجولته حاصلة. نعم. طيب، ننتقل للنقطة الأولى في المسائل، عنده نقطة المال في الرياضة. أولا، الجوائز أو العوض أو السبق على المسابقات الرياضية، هل هو مشروع في كل أنواع المسابقات أو في بعضها دون بعض؟ إذا كانت المسابقة بذاتها مشروعة، نعم، وكان السبق من شخص آخر ليس من المتسابقين، نعم، جازت، هذا ضابطان. طيب، وحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذا اختلف العلم في دلالته. نعم. فمنهم من رأى أن المقصود أن هذا إذا كان من بيت المال لا تؤخذ الجوائز من بيت المال، تقييده ببيت المال. نعم، من المال العام. نعم. إلا بهذه. طب معناها أموال الوزارات وكذا، وزارة الرياضة ما تصرف الله. لا، هذا قول. طيب، ذكرت لك أن هذا قول لبعض أهل العلم. طيب، ومنهم من رأى أن المقصود بذلك أن هذا هو أولى ما يتسابق فيه الناس، ولا يمنع ذلك التسابق في غيره. ما الذي يصرف؟ وأجمع أهل العلم على أن التسابق العلمي مما يجوز أخذ السبق فيه. قاسوه على الجهاد وال، هو من الإجماع، من المجمع عليه. نعم. طيب، لكن ما الذي يخرج هذا النص من ظاهره في الحصر إلى هذا العموم؟ فيقول لا سبق إلا في، لا هنا. نعم. دخلت على حقيقة شرعية، وهذا النوع يسمى من قبيل المجمل عند الأصوليين، لأن لا ليست نافية، ليست ناهية، وإنما هي نافية. نعم. فالمنفي هل هو وجود السبق أو جوازه أو إباحته أو تمامه أو استحقاقه، كل ذلك تقدير المقتضى لا عموم له. إذا أمكن تقدير
عدد من الاحتمالات فلا عموم لها، لا يمكن أن نقدرها جميعا. وقول ابن قدامة اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، وليست هي وحدها آلات الحرب. صحيح. نعم. لكن في ذلك الوقت، ومعناه إذا فتحت باب القياس يقاس عليها ما هو من آلات الحرب فقط وليس كل. لا، ما هو من آلات التقوية عموما، لأن التقوية من حيث هي مطلوبة. القول بأن الحديث فيه ضعف أصلا لكون نافع بن أبي نافع في سنده. لا لا، الحديث صحيح، وإنما يخرج على هذا. نعم. طيب، إذا سلمنا بأن العوض جائز في المسابقات، قلنا إذا كان من الإمام أو من شخص خارج فهذا لا بأس به. طيب، وإذا الإمام اللي مقصود به من بيت المال الحاكم، ليس لا مقصود به من بيت المال يعني. طيب، من الدولة. طيب، وإذا كان من فرد من غير الدولة، هل نعم في حرج؟ كذلك إذا لم يكن الشخص متسابقا، إذا لم يدخل المسابقة. طيب، بنفسه وإلا كان من القمار. هذا السؤال الثالث، وهو الذي كان العرب يعرفونه بالميسر والقداح، وكان من الشرف عندهم المزية. هذا السؤال الثالث، إذا كان المال مبذولا من أحد المتسابقين لا من جميعهم، هذا الصورة جائزة؟ يدخل في الميسر. فإن قال له أنا هذا المال إن فزت بقي عندي، وإن فزت أنت أخذته، فأين وجه الميسر؟ يكون هذا من القمار. لماذا؟ بالميسر كما كان الجاهلية يفعلون. لا لا غرمة عنده الآن هو. بلى، هو الآن هذا المال متردد بين أن يكون له وأن يكون للطرف الآخر، وهو يسعى لأن يحرزه والآخر يسعى لأن يحرزه، فأصبح هذا المال مدعاة لحصول البغضاء والشحناء، وهذا الذي حرم الله الميسر من أجله. فقال إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بعض الفقهاء قال يجوز بشرط أن لا يعود المال للمخرج، يعني إذا كان هو أحد المتسابقين وقال هذا المال من فاز به أخذه، وإذا فزت أنا فلا أخذه، يوزع على الحاضرين. وإذا لم يفز هو، إذا فاز هو ولم يفز أحد من الآخرين، يعطى للحاضرين من المشاهدين. من المشاهدين أو كذا. لا ما صعبة جدا، لأن لي لا يكون. هل في حرج فقهي إذا كان هكذا؟ لا، إذا أخرجه هو لأنه غارم غارم، ليس هناك دمار. نعم، ملكه هو، فإذا أصبح غارما لا غانما وليس فيه تردد في هذا فلا حرج بأن يكون مثلا نحن نتسابق، فإذا إذا فزت أنا في المال لفلسطين مثلا. طيب، أو لأهل غزة. نعم، وإذا فزت أنت فهو لك، فهذا الصورة جائزة. الشاهد ألا يكون أحد المتسابقين يحتمل الغنمة والغرمة ولا يدري في أي المصيرين يصير. طيب، ماذا لو كان المجموع جميع المشاركين دفعوا اشتراكا أو هذا هو الميسر كلهم يدفعوا فيه. طيب، ولو أدخلوا محللا؟ هو المحلل الذي ذكرناه لكن لا يدخل معهم، لا يتسابق معهم، لا يدخل متسابق. محلل معناه من يأتي بالجائزة من غير المتسابقين. لا، أقصد لو دخل شخص يتسابق معهم وليس ولم يدفع، ولم يدفع وليس مشاركا، قد كان ذلك نوعا من أنواع القمار والمقامرة في الجاهلية. طيب، لأن أجد حديث عند أحمد فيه من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. بمعنى قيده الفقهاء فيما فهمت أنه إن كان هذا المحلل بمستوى المتسابقين قد يفوز عليهم فلا بأس، فإن كان ضعيفا بحيث يضمنون أن لا يفوز علم أنه حيلة ولا يجوز. الجميع صعب ضبطه بهذا الوجه، فلذلك يترك جميعا. طيب، والأحاديث التي وردت في المراهنة شيخ، نسأل المراهنة على الخيل، ومنها حديث مراهنة أبي بكر مع أمية بن خلف. نعم، لا يكون مشعرا بجواز مثل هذا، لأن نفس الفكرة أنه لا، لكن هذا في قضية الإيمان، مثلا أنت مؤمن وجازم بأن ما قال الله سيقع وأن ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم صدق. نعم، فلذلك راهنت على هذا الأمر وتعلم أنك فائز لا محالة، لا تشك في ذلك. أبو بكر لم يكن يشك في أن الأمر متحقق. ونحن لو بينا خبر أبي بكر حتى يفهمه المشاهدون، لما أنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قد كان مشركو مكة مع الفرس ويحبون انتصارهم على الروم، لأن الروم أهل دين السباوي والفرس مجوس ليسوا كذلك. نعم، وكان المسلمون يحبون انتصار الرومي لأنهم أهل دين السماوي، فانتصرت فارس على الروم وهزم الروم هزيمة شديدة في بلاد الأردن في أرض البلقاء، وحينئذ فرح المشركون فرحا كبيرا، وهذا قبل الهجرة. فجاء أمية بن خلف يذكر نشوته بانتصار فارس على الروم لأبي بكر الصديق، فقرأ أبو بكر الآية وأخبره أن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين، فقال أراهنك على ذلك على 100 ناقة. تراهن على ذلك أنه إذا غلبت
الروم وفارس خلال عشر خلال ثلاث سنوات أو ست سنوات، فإن أمية يدفع 100 ناقة لأبي بكر، وإلا فإن أبا بكر يدفع 100 لأمية. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له أن البضع تصل إلى 9، أمره أن يزيده 3 سنوات ويزيده في الإبل، ففعل. فكان انتصار الروم على فارس يوم غزوة بدر، وفيها قتل أمية بن خلف أيضا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. طيب هذا فيه إذن مراهنة. نعم. واضحة. فقلتم لما لكن لمقطوع به، وبكر يقطع بأنه هو البائس. طيب قطع. حديث أحمد: أرسلت الخيل زمن الحجاج فقلنا لو أتينا الرهان، فقال فأتيناه، ثم قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناه فسألناه فقال نعم لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس، قال فبهش لذلك وأعجبه. وشاكر يقول إسناده حسن. هذا نعم صريح بالنسبة في الرهان. هذا الحديث هو نفس تفسير الحديث السابق في الخف، في السبق في الخف، في إيش؟ في الحافر. أيوة نعم. فهو لا ذلك السبق الذي قلنا يأتي من الإمام أو من خارج، نفس الشيء. هذا الحجاج أمير وقد أعطى السبق المسابقة. لا لكنه كان رهان ليس سباقا، كان رهانا الشيخ. هو نفس الشيء المقصود بالرهان هنا السباق. يعني فكانت الخيل تسابق، والرهان الذي حصل في الجاهلية وقد اشتهر باسم الرهان بين داحس والغبراء، أو بين الداحس والغبراء وفرسين آخرين، وهو رهان قيس بن زهير العبسي مع حذيفة بن بدر الفزاري، اشتهروا على أساسه قامة حرب داحس والغبراء، ولذلك يضرب به المثل بالرهان، قد ذكره عنترة في شعره وغيره. طيب أنا سأعود، عندي نصوص أخرى في الرهان، لكن معنا الأخ سيدي محمد من الإمارات نأخذه ونعود إليكم شيخا. تفضل أخ سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أولا أريد الدعاء من الشيخ، وعندي 3 أسئلة إن أمكنت. تفضل. السؤال الأول هو حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في موضوع الأجر للإكار، أن من قال مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق إلى آخر الحديث. مثلا الحديث فيه ذكر مثلا أن من قال والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، الله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، هل لو زاد الإنسان مثلا وأستغفر الله مثل ذلك، واللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مثل ذلك مثلا، هل هذا مستساغ مثلا هذه الزيادة؟ طيب. السؤال الأول. واضح. ثاني. السؤال الثاني سورة المائدة آية الوصية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت آخر الآيات. نعم. أريد من الشيخ أن يعرج عليها قليلا بشيء من التفصيل. والسؤال الثالث والأخير يتعلق بيأجوج ومأجوج مثلا في سورة الكهف، قص الله من قصتهم مثلا أن ذا القرنين جعل عليهم شدا، والمفسرون ذكروا أن الشد أنهم كانوا بجوار مثلا الأتراك. فهل يأجوج ومأجوج الآن بيننا وبينهم صلة، وهل الناس طلعوا عليهم؟ طيب. وإذا كانوا مثلا بجوار. طيب. الأتراك والأرض الآن سخر الله للناس الوسائل. طيب وصل بارك الله فيك. الأخت سندس من السعودية أيضا. ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول عن حلقة الديمقراطية، إنه وجوب أن يكون خليفة المسلمين من يعني من نسل قريش. طيب. سألت يعني أحد المعارف إنه ليش قريش، هل يعني طيب. في عنصرية والإسلام لا يدعو إلى ذلك. طيب وصل. السؤال الثاني أبغى أعرف رأي الشيخ عن إشراكية يعني قول بعض العلماء في إشراكية الإسلام. طيب. السؤال الثالث هل صحيح أن عورة المرأة أمام المرأة من صرع إلى الركبة؟ البعض يقول إنه هذا الحديث يعني موضوع ليس. طيب بارك الله فيك. أبو بكر من السعودية تفضل. تفضل أبو. تفضل أبو بكر. ودنا نسأل الشيخ. تفضل الله يحفظك. أي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال فضيلة الشيخ الله يسلمك. سلمكم الله. أولا شيخ بالنسبة لموضوع حلقة
موضوع التمثيل، في حاجة ما فهمناها بالنسبة لتمثيل الأنبياء، هل يجوز التمثيل حتى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم صلى الله عليه وسلم، واضح. هذا واحد. والشيء الثاني يا شيخ، احنا ودنا بس يعني عتبنا ودنا نقدم على المقدم لو كان يسمح لنا، هذا البرنامج يعني من هذا بهذا الجمال وبهذا الفائدة من فضيلة الشيخ العلامة محمد الددو، يا حبذا لو يكون في عادة على بعد الإفطار وكذا في أوقات طيبة حتى تكون الفائدة أكثر، لأنه هذا الوقت زي ما أنت عارف كثير من الناس قد يكونوا في الحرم وكذا لتجهيز الإفطار للصائمين. وجزاكم الله طيب خير. بارك الله فيك، سلمك الله. طيب شيخنا الأخ سيد محمد يسأل عن حديث عائشة وأنه لو زاد عليها استغفر الله مثل ذلك وأصلي على محمد مثل ذلك. بالنسبة لأحاديث التعبدات لا تروى بالمعنى ولا يزاد فيها ولا ينقص منها. فالبراء بن عازب لما أراد لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آخر كلامه عند النوم حديث النوم المعروف، قال فجعلت أرددهن فقلت وبنبي وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فلذلك لا تروى أحاديث التعبدات بالمعنى، وبذلك مانع من أن يزاد فيها، لكن يمكن أن يستغفر وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأعداد أخرى وبما شاء، لكن لا يضيفها لا يدرجها في الحديث، فأحاديث التعبدات توقيفية. طيب شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. نعم هذه الآية قال فيها ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن إنها أشكال آية في كتاب الله، ورد ذلك القرطبي فقال ليس فيها إشكال. وعموما مذهب الحنابلة أن شهادة الكفار تقبل في الوصية في السفر عند حصول الموت، ومذهب الحنفية أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة لأنهم يرون أن الكفر والفسق حقيقتان مختلفتان، ومذهب المالكية والشافعية أن الحقائق تتداخل، فلذلك لا تقبل شهادة الكفار لا على بعضهم ولا له، وعندهم أن الكفر فسق وزيادة. وعلى هذا فالمقصود بالآية أن المسلمين إذا كانوا في سفر أو المسلم إذا كان في سفر فأدركه الموت وعليه حقوق وله حقوق يريد أن يوصي بها، فإنه يشهد على ذلك من حضره، فإن حضره عدول من المسلمين فبها ونعمت، وإلا أشهد على ذلك أماثل غير المسلمين من حضر فيشهدون على وصيته. وسبب نزول الآية ما حصل لتميم الداري وصاحبه وهو في سفر، فقد خرج معهما رجل من أهل مكة هو بن بداء فمات في السفر، فأعطاهما ماله وأوصاهما على وصيته، فلما رجع وجد حق كان له فبيع في مكة فعرف عرفه أولياؤه، فجاءوا يطلبون بقية ماله، فنزلت هذه الآية فحلف الرجلان، ثم حلف الرجلان من أقارب الميت فتحقق بهما ما أمر الله به. طيب يسأل عن أجوج ومأجوج، وهل يمكن أن يوصل إليهم اليوم أو هل اطلع عليهم أحد مع وجود الوسائل الحديثة؟ لا، بالنسبة لأقطار السماوات والأرض لا يمكن أن يصلها الإنس ولا الجن، فقد قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وعلم الغيب لا يمكن أن يطلع عليه إلا من أطلعه الله على بعضه من الغيب النسبي، ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ويأجوج ومأجوج كانوا من عالم الشهادة عندما وصل ذو القرنين إلى ملتقى السدين، فكانوا حينئذ يصولون على أولئك القوم ويضرونهم ويوقعون بهم في لياليهم، فلما قام ذو القرنين سددونهم أصبحوا من عالم الغيب النسبي فلا اطلاع عليهم ولا يتصور اطلاع عليهم قبل خروجهم. نعم هم لم يستطيعوا أن يظهروا ذلك السد أن يصعدوا فوقه ولم يستطيعوا له نقبا، وبين أن من أشراط الساعة أن يزول ذلك السد فيخرج ويأجوج ومأجوج. الناس اليوم يطيروا من فوقهم، يمكن أن يروا من فوق مثلا؟ لا يمكن، فقد سترهم الله كما ستر كثيرا من الأمور الأخرى. طيب. أين الدجال، أين الكثير من الأمور مخفية. طيب. لكنهم سيخرجون في آخر الزمان ويأتون إلى الشام ويشربون نهر الأردن ويصلون إلى عيسى بن مريم
كما جاء في الحديث. نعم، ويحصرونه فيدعو عليهم والمؤمنون معه فيصابون بالنغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد. السؤال عن قرشية الخليفة، نستأذن الأخت أنها ستأتي ضمن محاور المراجعات التي سبقت لنا فيها تعليقات كثيرة وردتنا. اشتراكية الإسلام، ما معنى؟ هل تؤيدون مثل هذه المصطلح؟ نعم. لا، لكن المقصود أن في الإسلام أمورا مشتركة بين الناس، مثلا الناس شركاء في الكلاء والنار والماء، هذه الأمور ثلاثة الناس شركاء فيها. يعني كان تقول إذا قبلتم ديمقراطية الإسلام فاقبلوا اشتراكية الإسلام. لا، لا يلزم ذلك، بل الإسلام هو الذي يحدد. الإسلام نحن لا نكيفه ولا نجعله عجينة ولا نميعه. الإسلام دين الله، وهو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى حفظه، لا يمكن أن يميعه أحد. فلذلك ما جعله الإسلام مشتركا بين الناس فهو مشترك بينهم. طيب، وما منعهم الاشتراك فيه فلا اشتراك فيه. طيب، بقي دقيقة بس نأخذ بقية الأسئلة. تسأل عن عورة المرأة وأنها من السرة إلى الركبة، هل يصح هذا أمام المرأة؟ نعم، عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة، وهذا حال اتفاق من الفقهاء، لكن ينبغي أن تستر ما ينافي المروءة كشفه. فإذا لم تكن في حمام ولم تكن في علاج فينبغي أن تكون ساترة من النساء لما لكل ما عدا الأطراف المغسولة في الوضوء وموضع القلادة، وهي عرضة للإصابة بالعين وعرضة للإصابة بالحسد، فلذلك ينبغي أن تتستر. الأخ بكر يسأل عن تمثيل الأنبياء، هل قلتم بجوازه؟ أبدا ما قلنا بذلك. طيب، ما بالنسبة لوقت البرنامج فيصل كلامك إلى إدارة القناة، لا شأن لي ولا للشيخ بالموضوع، لكنه يعاد بعد الفجر وينزل في الانترنت يوميا، يمكن أن يتابع هنالك أيضا. شيخ راز، موضوع الرهان سنقف دون أن نتمه لأن الوقت قد انتهى، فنستفتح به إن شاء الله الحلقة القادمة ونتم بقية المسائل. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على المتابعة، وشكرا لضيفنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم.